لسه بنتكلم عن فريق كرة السلة ومنتخب مصر كرة السلة، والخبر اللي بعد كده طبعا تأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى كأس العالم. ألف مليون مبروك، إنجاز كبير، إنجاز انتظرناه من 2015 بعد التأهل الأخير لكأس العالم. طبعا جاء التأهل عن طريق فوزنا على تونس في المباراة الافتتاحية وهزيمة السنغال من جنوب السودان. كده كانت اللعبة خلصت أو جيم أوفر، كان يكفينا فوز واحد وخسارة واحدة وقد تم في المباراة الأولى. ألف مليون مبروك. الكأس العالم هيقام من 25 أغسطس ل 10 سبتمبر القادم 2023، مشترك بين ثلاث دول: أندونيسيا والفلبين اليابان. وطبعا عايز أقول حاجة مهمة جدا بهذا الخصوص، أنه أربع لاعبين: إيهاب أمين، سيف سمير، عمرو الجندي، وعمر طارق، الأربعة عواميد الفرق. يعني الأربعة مش بيشاركوا مثلا، لا، ده عواميد الفرق. ألف مليون مبروك. المنتخب الحقيقة حقق إنجاز كبير، نتمنى إن شاء الله شغل كتير. أنا عايز أقول حاجة بس، كابتن محمد جمال أحد أفراد الجهاز المنتخب وكمان نادي الاتحاد السكندري، دكتور محمد جمال هو المسؤول عن الإعداد البدني وإصابات الملاعب والتجهيز. هو راجل حقيقة درس بالخارج في أكاديمية لايسبيج في ألمانيا، وراجل حقيقة عنده العديد من الخبرات والكفاءات. كان نزل بوست الحقيقة على الفيسبوك كان بيتكلم على مستر رو رانا. أنا بس عايز أقول لكم، عندما يصلح الرأس كمدير فني الدنيا كلها بتبقى حلوة. الراجل في أول اجتماع روي رانا مع المنتخب قال لهم الآتي، قال له اللعيبة والجهاز الفني قالوا له يا كوتش احنا عايزين نوصل كأس العالم. وخلي بالكم التعاقد معاه جاء متأخرا قبل الويندو الأولى اللي كانت في دكار السنة اللي فاتت بحوالي بقاله سنة، بس الويندو الأولانية كان قبليها بشهر أنا فاكر كويس قوي، وجاله كورونا واتأخر في القدوم من كندا، هو كندي الجنسية ومرن في الام بي اي. فبيقولوا له كوتش روي احنا عايزين نتأهل كأس العالم. قال لهم انا مش جاي عشان اتأهل كأس العالم، انا جاي عشان ناخد كأس العالم. الله، بص يعني بجد، يعني دريم بيج، خلي حلمك كبير. ارجو هوم، في اغنيه اتعملت كده، احلم حلم كبير او اقعد في بيتك. دي اغنيه اتعملت في الام بي اي، يعني كانت اغنيه الام بي اي سنه 2016 على ما اتذكر. جو بيج ارجو هوم، احلم حلم كبير وخلي عندك هدف كبير او اقعد في بيتك. فيقول قال لهم انا مش جاي اطلع كاس عالم، انا جاي اخد كاس العالم. اللعيبه بصت لبعض، قال لهم انا عايز حاجه واحده منكم. اسمعوا بصوا الكلام بقى يا جماعه عشان الكلام ده يدرس. قال لهم انا طالب حاجه واحده، عايز العالم كله يتكلم عن شراسه دفاع منتخب مصر. والله وانا بتفرج على ماتش تونس، وكان بالمناسبه يعني ابني بيقعد جنبي، بقول له منتخب مصر بيدافع كانه بيدافع، يعني مفيش الكره بتتحط. فريق تونس فريق كبير، الكره بتتحط مش عارفين يحطوا الكره فين، كله قاعد على رجله واقفين المساحات بيدافعوا دفاع شرس. هو ده الباسكت بول. وادي لكم كمان حاجه كمان قالها، قال مفيش حد ملوش دور، انا لو عايز حاجه من حد اصحيه 3 الفجر. الجهاز الفني ما بينامش لدرجه ان الدكتور اللي طلبه اعداد نفسي، شوفوا بقى الكلام بقى، هو لما دخل على التصفيات المهمه بقى والكريتيكال المهم الوقت المهم، طلب من الاتحاد المصري اكبر دكتور نفسي في اوروبا معروف عنده حاجه و70 سنه، قال لهم انا عايزه انا مش فاكر اسمه معلش انا اسف يعني مش مشكله. المهم جه، هم بيقولوا لي اسمه بس انا مش سامعه. فهو لما جه هنا قعد مع اللعيبه عدهم نفسي، لان ده بقى خلاص ده مرحله الحسم. الدكتور في التمرين مفيش حد ملوش دور، واقف يلم الكوره، اللعيبه بتشوط واقف حاجه و70 سنه، الكوره تتشاط ياخدها يلمها يديها للعيب. فكابتن محمد جمال، دكتور محمد جمال بيقول يا جماعه انا رحت له قلت له كوتش يعني دكتور اقعد احنا موجودين هنلم الكوره. قال لهم لا، مفيش حد هنا ملوش دور، طالما في ساعتين في التمرين بيلم الكور، بروفيسور كبير في الطب النفسي الرياضي بيلم الكور. المكسب ما بيجيش من الفراغ، مفيش تصفيه حسابات مع لعيبه، مفيش لعيب ما سلمش عليا فمش هاخده، مفيش لعيب ما قاليش مش عارف ايه فما بقتش طايقه. حاجه تانية قالها دكتور محمد، قال مفيش نجم في الفرقه، بتغلط في الملعب بجيبه بره. ايهاب امين نجم ماتش تونس بسكور 23 نقطه تقريبا نص السكور، دخل منه انسايد بنتريشن، والله جابه حطه قعدوا على البنش دقيقتين ولعب، بس عمل خطا في الملعب زيه زي يوسف شحاته، اول واحد في الملعب اصغر لعيب، كابتن الفرقه زي اصغر لعيب، اطلع احنا عاملين سيستم اللي هيغلط قعدوا على البنش دقيقتين ثلاثه. وقد كان ايهاب امين، وطالع ايهاب امين عارف هو طالع ليه. روي رانا
حتى لما نزلوا دكتور محمد صوره، نزلوا صوره وبيضحك، قال لك ده مش من الطبيعي ان هو يضحك. انا بس حبيت اتوقف ان النجاح لا ياتي من فراغ، النجاح بياتي نتيجه عمل. وانا اتصور ان الراجل ده هو مش رايح كاس العالم تشريف تمثيل مشرف، هو رايح عشان يعمل نتيجه لمنتخب مصر كره السله ويحط اساس الست سبع الجايين، ست سبع سنين جايين. طيب هنروح للخبر اللي بعد كده. طيب هنروح على كره السله بقى رجال. الحقيقه بدانا نخش في الجد، الباسكتبول افريكان ليج قرب وبدا الشغل العالي. خليني احكي لكم قبل ما اقول لكم الخبر ده، احكي لكم ايه قصه الباسكتبول افريكان ليج. معلش اعذروني انا بطلع من الموضوع بكل قصصه واليد بتاع، بخش في موضوع تاني بس ببقى عايز احطكم في الصوره. من حوالي اربع سنوات قبل كورونا بسنتين جاء الام بي اي وكان ليه طموح كبير في افريقيا، لان اغلب اللعيبه اللي بتلعب في دوري الام بي اي في امريكا من اصل افريقي. انا مش محتاج اقول كده، هات اي ماتش شوف هتلاقي كلهم اصحاب البشره السمراء بينحدروا من اصول افريقيه. فاذا هي لعبه خلقت كره السله لاصحاب البشره السمراء، ده كلام واحد. ليه الياف عضليه لونها الاحمر، ارتقاءات عاليه، قوه في طاقه انفجاريه، هي اتخلقت له. فجيل كان في ام بي افريكا بقاله حوالي 15 سنه شغال، حبوا يتوسعوا، بداوا يحطوا استثمارات، جم للاتحاد الافريقي فيبا افريكا، الاتحاد الافريقي لكره السله، قالوا له يا اتحاد افريقيا احنا هنشاركك. طب يا جماعه تعالوا هتشاركوني ازاي؟ ادينا الدوري الافريقي اخر نسخه ليه بالمناسبه كانت 2016 في صاله النادي الاهلي اللي فزنا بيها 2016، انا فاكر ديسمبر 2016، وكانت انا يعني انا بدات في الاعلام في الوقت ده. فجاء 2016 كانت اخر نسخه، دخل الام بي اي خد الافريكان ليج، عمل نظام جديد. هو عايز يعمل ايه بقى الام بي اي؟ ام بي اي افريكا عايز يطبق نظام الام بي اي في افريقيا. هو امريكا قاره 50 ولايه، وانت هنا في افريقيا نفس الكلام. عملي قال رقم واحد، مفيش فرقه هتتاهل لبطله الدوله، هتتاهل للباسكت بول افريكان ليج او الدوري الافريقي، انا متكفل بكل شيء، تذاكر الطيران، اقامات، مصاريف اشتراكات، اي حاجه انا متكفل بيها. الله، طب هو بيعمل ليه كده؟ لان الاهلي يقدر يدفع، اتحاد اسكندريه يقدر يدفع، ولكن في انديه في افريقيا كويسه جدا مش قادره تدفع، فمش هتشارك. هو عايز يضمن نجاح البطوله، فعمل ايه؟ مجرد خدت بطوله الاقليميه بتاعتك، سوري البطوله المحليه بتاعتك وتاهلت، انت بتاعنا، هبعت لك تذاكر الطيران، هبعت لك الاقامات، كل شيء. وعمل مجموعتين في افريقيا، مجموعه النيل ومجموعه الصحراء، الشرق والغرب. بس ما رضاش يسميهم كده ليه؟ لان برضه في امريكا الايست والويست، ولكن هو مش عايز يقلد برضه باختلافات يعني تلائم افريقيا. الصحراء لان الجنب الشمال ده كله صحراء، موريتانيا والجنب الشمال ده داخل على السنغال في حته فيها صحراء، على نيجيريا تحت بتاع، واخد الجنب الشمال ده سماه مجموعه الصحراء الغرب، ومجموعه اليمين مجموعه النيل بقى لغايه تحت. وعملت كام؟ 12 فرقه بتصفي هنا، كام؟ 8 فرق بتصفي هنا و8 فرق بتصفي هنا، 16 فرق. وهو ده بالنسبه للباسكت بول افريكان ليج او الدوري الافريقي لكره السله. هنروح للانديه، هنروح بقى لحاجه ثانيه عاملينها، عاملين حاجه اسمها ام بي اكاديمي. ام بي اكاديمي عملوا ايه؟ راحوا للمواهب الصغيره عند سن 15 سنه 16 سنه وقال لك تعالى يا باشا انت بتاعي، وعمل اكاديميه في السنغال في دكار. حاجه لو اوريكم الصور في يوم هجيبها لكم، حاجه خمس نجوم زي الام بي كده. عمل اكاديميه كانت الاول في جنوب افريقيا، قفلوها للتحسينات لان هم بقالهم 15 سنه عاملين الاكاديميه دي، بس ما كانش فيها اقامه، كانت بتبقى يعني موسميه. وبعد كده عملوا الام بي اي في الام بي اي اكاديمي في السنغال، وجابوا لعيبه من كل حته. عندنا مين مشارك فيها؟ عندنا لاعب واحد، وفي لعيب سافر امبارح. مين اللي سيف قيدار هنداوي، موجود من سنتين هناك، ابن كابتن النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر، واحد اللعيبه اللي لعبت معاهم قيدار هنداوي، ابنه اسمه سيف هنداوي. سيف هنداوي ابن النادي الاهلي، بيلعب دلوقتي في اكاديميه ايه؟ اكاديميه الام بي اي. وعامل شغل كويس جدا، وبيروح يلعبوا ام بي اي يوروب وام بي اي ايشا وام بي اي في امريكا، بيروحوا يلفوا العالم كله وماشي كويس. عملوا ايه بقى الام بي اي؟ عاملين حاجه حدوته يعني. دي طبعا صوره لا الاول ده صوره مين؟ ده رامان كامارا. هقول لكم ده مين، خليكم فاكرين الصوره دي. وفي صوره لسيف برضه هنحاول نجيبها لكم. اللي حصل انه بقى عشان اعلق على الصوره دي، جم عملوا ايه؟ قال لك احنا لعبتنا في الام بي اي اللي عندهم 16 17 سنه ام بي اكاديمي، الزم دي صوره ابننا سيف قيدار هنداوي وراه علم مصر. الولد يعني الولد ده انا عايز اقول لكم يعني كوكتيل اخلاق وادب واحترام وفنيات، حاجه جدا تشرف سيف هنداوي ده والله العظيم، ربنا يحميه كده. المهم
هم عملوا ايه؟ عندهم 22 لاعب او عندهم 16 لاعب 20 لاعب، عملوا حاجه قال لك اي فرقه هتشارك في دوري الباسكت بول او دوري الدوري الافريقي لكره السله لازم يبقى معاه لعيب من دول عنده 16 سنه. طب ليه يا عم؟ هو كده انا حر، انا بحط قوانيني ولوائح. طيب بيعملوا حاجه زي الام بي اسمها درافت، ممثلين الانديه بتروح يعملوا قرعه، يقولوا والله احنا عندنا 22 لاعب هنعمل عليهم قرعه، مين يختار الاول؟ عملوا قرعه، مين اول نادي يختاره، مين تاني نادي يختاره، مين تالت نادي يختاره، وهكذا. فجه النادي الاهلي تقريبا في الاختيار الثامن على ما اتذكر، قرعته جات النادي الاهلي انه يبقى الاختيار الثامن، وكان بترو اتلتيكو الانجولي في الاختيار السادس. لما وصلوا على بترو اتلتيكو الانجولي اختاروا سيف هنداوي. يعني سيف هنداوي مش هيلعب مع النادي، انا بفسر لكم ليه ابننا ومش هيلعب معانا، لان هم الام بي عمل درافت، سوق حط اللعيبه اختار زي الام بي اي بالظبط، بيحصل كده في الام بي اي، اللعيبه اللي هم الجينيورز اللي بيخرجوا من اللي بيطلعوا من دوري الجامعات بيروح عامل درافت كده، والدرافت ده بيبقى فيه ضرب نار. الدرافت ده في الايه، في امريكا بيبقى ضرب نار، وفي اسيب لك البطاقه بتاعت السنه دي واخد من عندك لعيب واسيب لك بطاقتين، قصه كبيره وشغل يعني. فالمهم هم جم عملوا اللعيبه ده في افريقيا في البال، عملوا الافريقيا الدرافت ده، النادي الاهلي جه في التام، النادي الاهلي كان هياخد سيف. انا بقول لكم الكلام ده من الجهاز الفني، النادي الاهلي كانوا عايزين يختاروا سيف. سيف دلوقتي كان رايح بيلعب مركز 3 و4، من كتر ما عالي مستواه بقى بيلعبوه 1 و2، صانع العاب وشوتنج جارد، هو طوله 2 متر 2 ما شاء الله، الله اكبر. بترو اتلتيكو اخد سيف، واحنا اخترنا درامان كامارا شورتو، لاعب معاه الجنسيه الفرنسيه، ده اللي هيلعب معانا الباسكت بول افريكان ليج. وبالمناسبه درامان كامارا بيلعب بوزيشن 1 و2، نفس البوزيشن اللي بيلعب فيه سيف هنداوي دلوقتي، ولكن هنا دي شورتو. شكرا. ده درامان كامارا اللي هيلعب معانا، طوله طبعا بيقول لك 1 و2 وطوله 195. سيف هنداوي يجي في الترتيب احسن بدليل انه الفرقه الاولانيه اختارته. فسيف هنداوي اصبح دلوقتي ليه اسم في افريقيا. طب هم بيعدوهم ليه؟ بيعدوهم عشان المجموعه دي كلها لسه في ثانوي، كل الولاد دول في ثانوي، ده في ثانوي دلوقتي. هوب السنه الجايه كلهم رايحين جامعات في امريكا، والان بي اي اللي بيوزعهم على جامعات في امريكا ويفضل متابعهم. اللي هيظهر منه سكته سالكه ان شاء الله في الان بي اي، ونتمنى ان التجربه تنجح مع سيف ان شاء الله. ده باختصار، انا مش عايز اطول، انا طولت يا جماعه. طيب ده باختصار القصه والحكايه، ليه سيف ما لعبش مع النادي الاهلي؟ كنا نتمنى يبقى معانا، ولكن الولد يعني الولد مطلوب وطلبوه في بترو اتلتيكو الانجولي صاحب التاريخ الكبير في بطولات افريقيا، ونتمنى ليه التوفيق ان شاء الله معانا او مع النادي الاهلي. كنا نتمنى طبعا يكون مع النادي الاهلي او في اي مكان، هو في الاول والاخر ابن النادي الاهلي وابن مصر. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، لسه عندنا اخبار ولكن بعد الفاصل. شمل بني مصر دوكي.